مازال غتعاود اسمح لي مع الزوج ديالي زعما سواه الراي العام كيعرف بزاف ديال الحوايج يعني ماشي سوق تسولي ولكن شارك حياتك مع الجميع رشيد 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 سيدي الشباب عافاكم الاسئله يبقاو في الملتقى لا خلينا لا خلينا دنيا دنيا لا لا شوف دنيا 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 السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد لهذا الفيديو. في إطار الملتقى الوطني للتفاح بمدينة ميدلت، الفنانة دنيا بطمة سولها أحد الصحفيين سؤال عن زوجها محمد الترك، وهذه هي ردة الفعل ديالها في الفيديو اللي شفتو في المقدمة. فمؤخرا خبر انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها البحريني محمد الترك حديث السوشيال الميديا، لكن دنيا بطمة سبق لها في احد الندوات الصحفية قالت بانها ما بغتش تخرج يعني الاسرار ديال حياتها الشخصية في هذا الوقت الحالي، لانها مشغولة بالاعمال ديالها والحفلات ديالها، وملي غادي يجي الوقت باش تعلن للجمهور ديالها والمحبين ديالها يعني عن تفاصيل الامور ديالها يعني اللي كتخصها فغادي تعلن عليها. لهذا انفعلت وقالت للصحفي ماشي من حقك تسولني هذا السؤال وماشي سوقك. وحتى الان خبر الانفصال غير مؤكد وما اكدتوش الفنانه دنيا بطمة او احد يعني الاشخاص من العائله ديالها، حتى واحد ما صرح بهذا الخبر، فقط داكشي اللي كيتنقلوه الصفحات يعني المهتمه باخبار الفنانين والمشاهير. وبخصوص الزوج ديالها محمد الترك، فعلى حساباته يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو صرح بانه كاين خلاف بينه وبين الزوجه ديالو دنيا الام ديال الطفلتين ديالو ليلى وغزل، وقال بانه كيعتذر منها وكيطلب منها السماحه وباغي يرجع يعني الملكه ديالو كيف ما كيوصفها دائما. الا ان دنيا بطمة كترد يعني اللي قالوا المتابعين ديالها والجمهور ديالها بانها كترد بصوره غير مباشره على محمد الترك بمقاطع فيديوهات غادي نخليكم تشوفوا البعض منها. لي جرح ما يداويش، لي جرح ما يداويش، لي جرح ما يداويش. خرجتي براءة في كل قضية حبسك. امتى ممكن تطلب الطلاق؟ انا عمري ما هطلب الطلاق. لو عمل ايه باللازم؟ لو عمل ايه؟ مهما عمل مهما عمل، لانه له حاجات كتير قوي تشفع له. وفي اطار الملتقى دائما احد الاسئله قال دنيا بطمة واش ممكن تغني اللون الامازيغي؟ سمعوا الجواب ديال دنيا بطمة. فيشرفني انه تكون عندي اغنيه امازيغيه في المستقبل ان شاء الله. ولا لا ولا لا تبداتي نساليها يا ناري. ايوا يا ناري. ولا لا حد امازيغي. نهايه الفيديو، شكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعه. في الاخر ديالو غادي نخليكم مع اطلالات دنيا بطمة. Yeah.
عيني.